ハック。يلا يا عمري، خلص بطلت آكل حلو. أوف. أوف. خلص بطلت آكل، تحرك شوي. يلا يلا تحرك شوي يا روحي. ليش ما عم تتحرك اليوم؟ يلا تحرك حبيبي. جلسوم؟ لك شو هذا اللي ببطنك؟ ولا شي أمي، زيادة وزن. يا ريت انعميت قبل ما اشوف هالشوفة. وزن شو ولك؟ هذا مو وزن، انت حامل يا بنت. ماما زيادة وزن. ورجيني ورجيني بطنك. يلا خلص شبكي ماما شبك. جلسوم، إذا ذبحت حالي ما بتنزل نقطة دم هلأ. شو عملتي انت؟ أمي بترجاكي سنعني. كم شهر صلك؟ 30 أسبوع. لا تجننيني جلسوم، عمل لك كم شهر مو كم أسبوع. 7 شهور ونص. أمي أمي ترجاكي اسمعيني. قليلي من مين هذا الولد؟ يلا جاوبيني، من مين هالولد؟ قليلي مين أبوه؟ احكي لشوف. قليلي هو من هون ولا لا؟ صعب اني قلك. انت بلا اخلاق وليك؟ ها؟ ليش ما بدك تقولي؟ رح تولدي بعد كم يوم، ليش لهلا عم تخبي القصة؟ إذا سمع فرهاد بقصة الحمل رح يذبحك، حتى رح يذبح الواطي اللي عمل هالمصيبة. بترجاكي أمي وطي صوتك هلا، كل اللي هون رح يسمعوكي. ليش القصة وقفت على صوتي؟ كلها كم يوم ورح يشرف هالولد. يا الله أنا شو عاملة لتبعت لي هيك بنت؟ شو عاملة يا ربي ليصير فيني هيك؟ إذا سمع فرهاد بيذبحك، ولك أخوكي رح يذبحك ورح يذبحنا كلنا. ضروري نخبي هالقصة، لازم نلاقي حل بسرعة، لازم نمحي هالمصيبة قبل ما يعرف فرهاد. شو بتقصدي أمي؟ حل شو هاد؟ شو رح تعملي؟ الولد خلص صار حجمه كبير ببطني، رح سميه نجدة على اسم أبي. قولك. ماما الله يخليكي بدي سميه على اسم أبي. لك الله ينتقم منك ومن أبوكي. لا تجيبي لي سيرة أبوكي، مو ناقصني هلأ، بكفي مصيبتك أنتي. هالولد ما بيصير يجي، عم تفهمي؟ إذا بيجي رح أخنقه بيدي، ممنوع تولدي. مستحيل اسمح لك تقتلي، هاد ابني وكلمانه عم يكبر، عم بسمع دقات قلبه. أمي خلي أبوني غلط معك يجي لاقي له حل ويطالعك من هالمشكلة. قلي لي أما تحبلتي بهالولد؟ من مين هالحمل؟ إذا ما بتحكي رح أقتلك بيدي. قول شوب. أبوكي غبي وأنتي مثله تماما. أنا ما بتخلى عن ابني، أصلاً ما بصير هالشي هلأ. شايفتيني هبلة وما بعرف بهالقصص يعني؟ رح يولد بالأخير طبعاً، حتى غصب لعني. رح نسافر، منسافر لبرات البلد، هونيك رح تولدي الولد وبعدها منرجع كأنه ما صار شي. بس شو مشان الولد أمي؟ أنا مستحيل اسمح لك تحرقي حالك مشان ولد. جلسوم عم تفهمي علي؟ طلعي فيني، أنتي ما رح تربي هالولد أبداً، رح تتركيه وتنسي قصته على الأخير، حتى اسمه ما رح يتسجل بالنفوس على اسمه جلسوم. ما بتعرفي شو ممكن يعملوا معك، أكيد بتعرفي مو هيك؟ نامق بياخد الولد وانتي بزوجوكي لحي الله حدا، انتي بدك يصير هيك معك بنتي؟ لك شو هالورطة يا بنتي؟ انتي حرقتي حالك. يا ريت ارتاح منكم وموت. شو وين الخدامات؟ كأنهم أخذين إجازة؟ أنا حابة أسلق فروج اليوم، رح أعمل جنبه فريكة كمان. يا ريت ضيوفك يحبوا هالأكلة. أنتي لا تتعبي حالك، أنا بعرف أتصرف. سوريا رح تجي بعد شوي، هي رح ترتب موضوع الأكل اللي بعد العرس، لأنه رح نحتفل. كأنه هالزواج ما رح يصير أبداً، النامق لسه ما وافق عليه.
انت ارتاحي، انا متاكده رح يطلع احلى عرس، بس انت اطلعي منا ورح اتصرف مع نامق. عن جد مشتهية أذبح حالي. آه منك يا جلسوم، رميتينا ببير ماله قرار. لا أنا ولا أنت فينا نطلع. مو شايفة؟ الحقيرة هندان ناطرتنا على غلطة، إذا عرفت رح تفضح الدنيا، رح تصير سيرتنا على كل لسان. فرهاد إذا عرف بالقصة رح يذبحك إلك وبعدها يذبحني لأني ما اهتميت فيكي. خلاص لا تبكي مثل الصغار، كنتي فكري بالنتيجة وقت كنتي مع هداك الوسيخ، كنتي شغلي مخك قبل ما تغلطي. شو بكي؟ انت ما عندك عقل ابدا؟ ها؟ معقول انت اخت حدا مثل فرهاد وانت حامل بدون زواج؟ انت مجنونه يا بنت؟ ما عندك عقل؟ امي انا كنت عشقانه. ممنوع يعني حب؟ رح اخذ عشقك هاد وارميه بالزباله. مين هذا الرجال؟ ها؟ قولي لي مين؟ قولي لي مين؟ قولي لي. ما فيني خبرك. صدقيني ما فيني خبرك ماما. رح اذبحك. انت بالاول وبعدها هالشب. شوفي شو بدك يا تارخانو. ممكن لحظة؟ الاجراءات خلصت والساعة 8. شو على 8؟ الزواج. اه يا اخرس، ليش بتحكي بطريقة بتخوف؟ قول من الاول الزواج، ما تخليني فش خلقي فيك. رح يوصل المأزون الساعة 8. فرهاد بيعرف بالموعد؟ هو على الطريق. ونامق عارف بالموعد؟ طيب طيب أنا بتصرف. البسي هاي مشان ما تبين بطنك. هندان الحقيرة وبنت فيلدان لا تقربي منهم. أهم شي لا تقربي من فرهاد أبداً. أخ لو ما في عرس الليلة ما كنتي طلعتي من هالغرفة بنوب. يا بنت شو هذا يا بنت؟ قلي لي شو هاد؟ ها؟ كنتي عم تضحكي علي بهاد؟ عم قول كيف ما انتبهت لك ابدا، بس الوحده صعب تتوقع لانها بتوثق كثير بولادها، بس بالاخير بيطلع لبنت مثل الحيه وبتخرب لها بيتها وعيشتها. اذا للمسا ما قلتي لي مين ابوه وقلتي لي كيف صار هالشي الوسخ بيناتكم وقتها، شوفي شو بدي اعمل فيكي. رح خبر اخوكي بكل مصايبك ووقتها هو اللي بيعرف كيف يحاسبك. شو بدك تخبريني؟ تعال فرهاد ابني تعال. هالبنت على طول معذبتني، على طول عم تضايقني على طول. رح خبرك كل شي بس هلأ ضروري نطلع لبرا، إذا ببقى هون يمكن اختنق. تعال نحكي برا. شبك يا جلسوم، أنت منيحة؟ إيه أنا منيحة أخي. تعالي، شو الموضوع؟ وضع صعب. إجا دكتور على المزرعة وقت قلنا مع اكتئاب، شغلة نفسية، وقال عم تاكل بسبب جوع عاطفي. باختصار البنت مكتئبة. وليش مكتئبة؟ ما حكت لك؟ ما حكت وأنا ما قدرت أعرف. أنت بتعرف جلسوم، هي من صغرها نكدية وعلى طول قلبة وشها، كل سنة لا تضحك مرة. المفروض نلاقي طريقة لحتى نشغلها. خلصت الجامعة وبعدها ما عملت شي بنوب. عم قول يمكن إذا باخدها لبرات البلد وبسجلها بشي كلية يمكن ترتاح. طبعاً أنا رح أروح معه. أنت شو بتشوف؟ يعني هالفكرة منيحة ما؟ مين هاد اللي حاببتي؟ يلا عم اسمعك، مين عشقاني؟ أخي ما تلفي وتدوري يا بنت. ليش لحتى تعصب فرهاد؟
يعني ما بتعرف أختك جلسوم شو بيعرفها بقصص الحب والعشق؟ مو شايفة أنها لسه صغيرة؟ إذا بعرف إنه في شي من هاد فحسابك عندي. بعمري ما نقصت عليك شي اللي كنتي تطلبيه يجيكي فورا. قليلي فهمتي؟ قليلي يلا. لولا أخوكي فرهاد كنتي عشتي مشردة وجوعانة ناكرة للجميل.